خروج المنتخب الوطني المغربي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 من بعد ما كان مصنف من أقوى المنتخبات في هذه التظاهرة الكروية. كثر القيل والقال حول رحيل الثعلب الفرنسي رونار لتنفي الجامعة المغربية بعد ذلك خبر ديال الاستقالة ديالو لحدود الساعة. خرجنا سولنا المغاربة شكون المدرب اللي تبغيو يعود رونار واللي يقدر يعطي إضافة للكرة المغربية. بقاو معنا. هيرفي رونار يستقل شويه صعيبه باسكو خص لا فيدراسيون تخلص له كاع لي سالير اللي غيبقاو ليه 2024 غيلقاو واحد الوفاق يعني ان ارانجمون بعضياتهم. مي كيبان لي انا احسن واحد اللي يقدر يشد لا سيليكسيون هو حسين عموسه. عنده اون اكسبيريونس دا لا تشامبيونز ليغ مع الوداد واخا ليفيكتيف ما كانش عنده قوي و سي كيلكان كي لا بيرسوناليتي ومعقول الى في اون اكسلونت فورماسيون. زعما كنتمنى من كل قلبي الى كان نونترينور ناسيونال يكون حسين عموسه. المدرب اللي نبغي يعوض رونالد المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله كنبغي يكون هو الزكي. بدو الزكي كنعرفو عنده تجربه كبيره في الميدان وهو اللي وصل المنتخب الوطني المغربي في 2004 لكاس الامم الافريقيه وعنده تجربه كبيره وعنده مهم امكانيات ويقدر يوصل عاوتاني المنتخب المغربي للنهائي ان شاء الله. هو خص المحاسبه ديال رونار على هذا الوقت كامل اللي كان كيدير المنتخب الاول داك الستاف ديالو اللي يمكن اكثر من 11 الواحد كيتقاضاو مبالغ طائله خصنا نحاسبوهم بعدا حيت ما درنا حتى شي حاجه. ما تأهلنا ب 9 نقاط وفي الاخر تقسم مع فريق اللي ضعيف اللي ما عنده حتى 1% من الامكانيات اللي عند المنتخب. ودابا نشوفوا المدرب كنظن من الاحسن يكون مدرب مغربي في الوطنيه والروح الوطنيه ماشي حتى دوك اللعابه اللي كيلعبوا في الخارج ماشي ملي كتقصينا دات شي يومين شفناهم كيتبحروا و 40 مليون كتفقصات معاهم. انا كيبان ليا ربما احسن مدرب داز كمغربي هو بدو الزاكي وبزاف اللي كيحاربوا في الجامعه ولا اطر وطنيه تما بحالو تما كيحاربوه كنظن تعطى الفرصه لعموشه. عموشه مدرب محناك عنده مخ درام عنده بزاف ديال الالقاب مع فرق مغربيه وعنده القاب افريقيه نيش مع فرق مغربيه علاش ما تعطاش الفرصه ونساعدوه حنا كجمهور نشجعوه. ما كناش كنتوقعوا انه المنتخب الوطني غادي يسقط بهذه النتيجه المهوله وبالطريقه اللي كتبين بانه فعلا واخا كاين طاقات شابه واعده في البلاد ما تعطاتهمش اهميه بزاف. وخيره المدربين كنتمنى يكونوا في يعني كيقودوا المنتخب الوطني يكون باقي حي الله يرحمه. كنت غنقول نقدر نقول لك اونري ميشيل علاش الا ما نعطوش فرصه حتى للمدربين اللي عندنا في البلاد بدو الزكي مثلا رشيد الطوسي علاش ما نعطيهمش فرصه انهم حتى هما يبينوا لنا شويه. الراي ديالي كمواطن مغربي كنشوف ان حسين عموته الكابتن حسين عموته هو والاحق باش يدرب المنتخب الوطني المغربي. كنشوفه مثلا غير مع فريق الوداد البيضاوي حقق بزاف الانجازات لا مع الفتح الرباطي ولا مع فريق الوداد البيضاوي مشى بزاف في المنافسه الافريقيه وكيعرف اللاعبين لا مستوى الوطني ولا خارج المغرب. هيرفي رونار هو المدرب الامثل للقياده للمنتخب الوطني حيت هو اللي بين هو اللي يقدر يوصلوا لشي بلايص كاع ما وصل لهم شي مدرب اخر. كنظن في هذا الوقت الراهن هو اللي كيعرف الخبايا ديال المنتخب الوطني كامل هو اللي زعما يقدر يوصل به البلايص واعرين زعما ان شاء الله. والخلافه ديالو ما كنظنش زعما شي واحد النيفو ديالو اللي يقدر زعما يتقارن معاه ولا يجي رومبلاسي حيت هو اللي عارف الخبايا كاملين ديال المنتخب وان شاء الله يكون خير. في نظري اللي جا مرحبا به من غير المدرسه الفرنسيه. من لانديبوندونس لدابا ما عمر شي اونترينور فرونسي تفرى مع المغاربه ولي غوزيلتا راه كاينين والتاريخ راه كيدوي على نفسه. الروماني في اش من سميتو جاب لا كوب دافريك 76 المغاربه مشاو حفيانين وجابوها في الجبل ديال اثيوبيا ودابا كلشي موفر ما قدر يجيب حتى حاجه. انا في نظري من الاحسن انهم يردوا بدو الزاكي لانه اعطى المنتخب واحد يعني واحد القيمه كبيره اكثر من هيرفي رونار ولذلك احنا كنتمنوا ان لو انه يرجع بدو الزاكي غيكون احسن.